كمان كمان افلامك الحلوه. ده الرائع العبقري محمد امين. الافلام اللي انا وبعدين كانت مع خالد صالح يعني. انت وخالد كنتوا اصدقاء قوي. عمر من جامعه من سنه اظن وفاته اثرت فيك كده. اثرت في مصر كلها. يعني ما فيش حد يعرف خالد ما تاثرش. يعني حد مختلف شيخ عرب. محتوي الناس كلها زي بيقولوا حصرته واسعه يعني. مفيش حد يزعل من خالد، مفيش حد في يوم من الايام قال خالد عمل فيا حاجه وحشه. فانسان بالاخلاق دي والتربيه، ويمكن هو برضو شويه العائلات عندنا مشتركه يعني. تحس ان والده كان مدرس لغه عربيه، انا والدي كان مدرس لغه عربيه، جده كان شيخ في الازهر، نفس التفاصيل صحيح. نفس البيت الريفي اللي هو اللي فيه القيم والمبادئ. فده كان مخلينا احنا مقربين قوي مع بعض انا وهو. الله يرحمه كان معايا هنا في واحد من الناس قبل وفاته يمكن بسنة، تكلم كما لم يتكلم من قبل وحكى كتير. الحقيقة كان إنسان نادر أوي خالد صالح حقيقي. الله يرحمه رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. إيه تاني في سجلك بتحب تفتخر بيه وتقول أنا عملته؟ ما أنت عامل لوحة شرف. مش للدرجة دي، بس يعني الواحد بيحاول يجتهد على قد ما بقدر يعني. دكان شحاتة. دكان شحاتة من الأفلام اللي أنا بحبها جدا. آه وكان عاجبني إن أنا يعني الحمد لله إن الواحد، أنا كنت عامل شخصية صعيدي في موعد مع الوحوش، بس مختلف تماما عن الصعيدي بتاع دكان شحاتة. يعني دايما الرهان عند الواحد إن هو يبقى بتعمل حاجة مختلفة، يعني حاجة طازة كده، ما تعملش نفس الشخصية. يعني أنا ما عنديش الحمد لله إلى الآن من ضمن الحاجات اللي بخليني ببقى فخور بنفسي إني ما عنديش شخصية شبه التانية. ده ليه فورم وشكل وتكوين، وده ليه تكوين. كل الشخصيات عندي بحاول دايما تبقى مختلفة، تبقى فارقة يعني. فمن الحاجات اللي أنا بحبها دكان شحاتة طبعا. واشتغلت كمان مع الأستاذ عادل إمام أظن. أستاذ رئيس قسم. طبعا. استمتعت مع الأستاذ. عملت شخصية دكتور، هو شخصية دكتور وتسرع البحث بتاعه، واستاذ عادل هو اللي بيحتويه بما انه رئيسه في الجامعة. فمن المسلسلات بالنسبة لي رائعة. دور رائع بس الحمد لله. يعني حتى اختيارك اظن كانت تجربة جميلة رحيم. وكان توفيق من عند ربنا سبحان الله، في عوامل كتير قوي خلت رحيم او شخصية سيد تبقى لائقة. وفي قدام ياسر جلال ومحمد رياض وسامي مغاوري وصبري، وكل الاسماء دي كانت اسماء كبيره وممثلين كبار جدا، وهم كانوا ساندني بشكل كويس. شركه انتاج عندها نهم انها تقدم عمل كويس يعني. ريمون ومحمد عبد العزيز وحفظ القاب الاساتذه يعني، هم بيشتغلوا على العمل وبيحاولوا يعملوا اعمال ليها منطق حقيقي. مخرج هايل محمد سلامه من الواعدين، مخرج رائع، المؤلف عارف، في حاجات كتير قوي كان فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى يبقى في التوفيق ده في العمل الجاي ان شاء الله.